السلام عليكم. درسنا اليوم هو القوة الكهرومغناطيسية أو قوة لابلاس بالنسبة لمستوى أولى بكالوريا علوم رياضية. عناوين الدرس أو المحاور الأساسية لهذا الدرس: أولا تذكير، ثانيا قوة لابلاس، ثالثا استعمال قانون لابلاس لتفسير بعض التجارب، رابعا بعض تطبيقات قوة لابلاس، خامسا المزاوجة الكهروميكانيكية، أخيرا مردود المزاوجة، وكمثال المحرك الكهربائي. تذكير: الجداء المتجه المتجهتين، الجداء المتجه المتجهتين U و V في هذا الترتيب هو المتجهة التي نرمز لها بالرمز U فيكتوريال V والمعرفة بما يلي: أولا إذا كانت U و V مستقيمتان فإن الجداء المتجه المتجهتين U و V يساوي المتجهة المنعدمة، إذا كانت U و V غير مستقيمتان فإن الجداء المتجه المتجهتين U و V يساوي المتجهة W، حيث المتجهة V تكون عمودية على المستوى الذي يضم المتجهتين U و V. منظم المتجهة V يساوي منظم متجهة U في منظم متجهة V في سينوس تيتا، حيث التيتا هي الزاوية المكونة بين المتجهتين U و V. المجال المغناطيسي المنتظم: يتميز المجال المغناطيسي المنتظم بخطوط مجال مستقيمية ومتوازية، وشدة المجال المغناطيسي تبقى ثابتة. مثال: نعتبر المغناطيس على شكل حرف U، حيث أن في هذا الحيز كما نلاحظ أن خطوط المجال فهي مستقيمية ومتوازية، وفي أي نقطة من هذا المجال كتكون عندها كتكون فيها شدات المجال المغناطيسي ثابتة عندها نفس القيمة. قوة لابلاس كيف نبرز ذلك تجريبيا؟ بالاعتماد طبيعة الحال بالاعتماد على التركيب التجريبي التالي: نعتبر مولد تيار كهربائي، معدلة، أسلاك التوصيل، ساق من نحاس طرفها مغمور في محلول نترات النحاس، مغناطيس على شكل حرف U، يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي، هنا غيكون عندنا واحد مجال مغناطيسي منتظم بطبيعة الحال. إذن عند خلق الضرائب الكهربائية ماذا سيحصل؟ إذن عند مرور التيار الكهربائي في الساق تنحرف هذه الساق، تنحرف هذه الأخيرة بطبيعة الحال. إذن كيف؟ وذلك بوجود يعزى إلى وجود إلى خلق قوة، يعني مرور التيار الكهربائي ووجود خطوط المجال هنا خلق هذه القوة. إذن وفي حالة ما إذا قمنا بقلب قطبي هذا المغناطيس، يصبح هنا القطب الشمالي وهنا القطب الجنوبي، إذن سنلاحظ أن الإبرة ستنحرف في المنحى المعاكس، أو إذا قمنا بقلب منحى التيار الكهربائي. إذن في هذه الحالة كذلك غادي يكون انحراف الساق في المنحى المعاكس. إذن استنتاج: يرجع انحراف الساق إلى وجود قوة مصدرها هو المجال المغناطيسي المحدث هنا، وتسمى وكذلك مرور التيار الكهربائي، وتسمى هذه القوة بقوات لابلاس. إذن انطلاقا من نتائج هذه التجربة يمكن لنا أن نصيغ قانونا يسمى قانون لابلاس. ماذا يقول هذا القانون؟ يخضع جزء مستقيم من دارة كهربائية طوله L ويمر فيه تيار كهربائي شدته E ومغمور في مجال مغناطيسي شدته B إلى قوة لابلاس. تعبيرها الرياضي هو الجداء السلمي، إذن F تساوي الجداء المتجه الجداء المتجه للقوة للمتجهتين E L و B. مميزات هذه القوة هي نقطة التأثير منتصف الجزء المستقيم المغمور في المجال المغناطيسي ويمر فيه تيار كهربائي، الاتجاه المستقيم العمودي على المستوى الذي يكونه السلك والمتجهة B، المنحى، هنا يمكن تحديد المنحى باستعمال أحد القواعد التالية، سواء قاعدة ملاحظ أمبير أو قاعدة أصابع الثلاثة لليد اليمنى. فيما يخص قاعدة الأصابع الثلاثة لليد اليمنى، فالإبهام هنا يشير إلى منحى واتجاه التيار الكهربائي، السبابة تشير إلى اتجاه ومنحى المتجهة B، الوسطى تشير إلى منحى واتجاه قوة لابلاس. فيما يخص ملاحظ أمبير، فالتيار يجتاز الملاحظ من الرجلين نحو الرأس، عين الملاحظ تكون موجهة في منحى متجهات المجال المغناطيسي، الذراع تشير إلى منحى واتجاه قوة لابلاس. المنظم، منظم متجهات قوة لابلاس F كتساوي B في E في L في سينوس ألفا، حيث البي هي
قوة ولا شدة المجال المغناطيسي إي شدة التيار الكهربائي إل إل طول السلك الموصل وسينس ألفا حيث ألفا هي الزاوية اللي كتكون بين من اتجاه مرور التيار الكهربائي واتجاه ديال السلك الموصل وكذلك اتجاه قوة المجال المغناطيسي. ثالثا ولا المحور الثالث في هذا الدرس هذا اذا هذا قانون لابلاس يمكننا نفسر به مجموعه من التجارب. اذا اولا التاثير بين تيارين متوازيين التياران لهما نفس المنحى. اذا نعتبر السلكان التاليان يمر فيهما تيارا كهربائيا اي واحد واي جوج لهما نفس المنحى. اذا التيار الكهربائي المار في دي واحد شدته اي واحد يخلق مجال مغناطيسيا بي واحد شدته بي واحد كتساوي 2 في 10 أس ناقص 7 إي واحد دي. التيار الكهربائي المار في السلك ولا في الدي جوج شدته إي جوج يخلق مجالا مغناطيسيا بي جوج شدته بي جوج كتساوي 2 في 10 أس ناقص 7 إي جوج على دي. إذا حسب قانون لابلاس فإن القوة إف واحد على جوج التي خلقها مرور التيار الكهربائي جوج ووجود المجال المغناطيسي بي واحد هي الجداء المتجهي للمتجهتين اي جوج ال جوج بي واحد. اذا منظمها هو اي جوج بي واحد في ال جوج سينوس بي على جوج بتعويض قيمه بي واحد في هذه العلاقه نجد ان هذه القوه هذه تساوي جوج في 10 اس ناقص 7 اي واحد في اي جوج في ال جوج على دي. نفس الشيء بالنسبه للقوة التي يطبقها ولا التي يخلقها مرور التيار الكهربائي في سلك دي واحد ووجود المجال المغناطيسي بي جوج هي الجداء المتجهي للمتجهتين اي واحد ال واحد بي جوج. منظمها هو اي واحد بي واحد ال جوج سينوس بي على جوج وشدتها بطبيعة الحال كنعوضوا قيمة ديال بي جوج في هذه العلاقة كتصبح لنا العلاقة ديال قوة لابلاس اف جوج واحد هي جوج في 10 اس ناقص 7 اي واحد اي جوج ال جوج على دي. وإذا كان L1 كتساوي L2 يعني المسافة ولا الطول ديال الموصل ديال L1 كيساوي الطول ديال الموصل L2 فإن القوتين F2 واحد كتساوي القوة F1 جوج وفي هذه الحالة السلكان يتجاذبان. نفس الشيء في حالة إذا كان التيار منحيان متعاكسان يعني D1 والD2 وبالاعتماد على نفس الاستدلال السابق نلاحظ أن السلكان يتباعدان بوجود القوتين F1 و F1 جوج و F2 واحد. ثاني تعليل ولا تفسير باستعمال يعني قانون لابلاس هي حركة وشيعة يمر بها تيار كهربائي بجوار مغناطيس. نعتبر وشيعة مسطحة معلقة بواسطة خيط يمر فيها تيار كهربائي. إذا هذه الوشيعة عندما يمر فيها تيار كهربائي فهي كتخلق واحد المجال مغناطيسي. إذا في هذه الأوجه ديال هذه الوشيعة كيكون عندي إذا على حساب قاعدة اليد اليمنى هذا هو القطب الشمالي والقطب الآخر فهو القطب الجنوبي. وعند تقريب مغناطيس أو القطب الشمالي لمغناطيس القطب الجنوبي الشمالي للمغناطيس بما أن هذا القطب الجنوبي وهذا القطب الشمالي فسنلاحظ هناك تجاذب. إذا قمنا بقلب منحى التيار الكهربائي فطبيعة الحال فهذا الوجه هذا ما غاديش يبقى وجه شمالي للمجال المغناطيسي محدث داخل هذه الوشيعة فغادي يصبح هو القطب الجنوبي القطب الشمالي عفوا. وبتقريب القطب الشمالي للمغناطيس فهنا سنلاحظ أن هناك تناقض. قضيب متحرك على سكتين نعتبر هذا التجربة التالية اللي مكونة من مغناطيس على شكل حرف اللي كيخلق لنا واحد المجال مغناطيسي منتظم سكتان يمر فيهما تيار كهربائي بطبيعة الحال وساق ولا قضيب متحرك. إذا عند في الحالة الأولى حسب قانون لابلاس تخضع الساق لقوة لابلاس وذلك بوجود مجال مغناطيسي ومرور تيار كهربائي. نقطة التأثير يعني بوجود مجال مغناطيسي ومرور تيار كهربائي فهناك إحداث ولا إنشاء ولا خلق مجال قوة اللي هي قوة لابلاس بطبيعة الحال كتكون نقطة التأثير ديالها منتصف هذا الساق ولا هذا القاضي. نقطة التأثير منتصف الساق الاتجاه موازي للسكتين بطبيعة الحال المنحى من اليسار إلى اليمين الشدة F كتساوي E فوا L فوا B فوا سينوس ألفا بما أن
إما كما نلاحظ هنا أن اتجاه المغناطيسي الكهربائي والمجال المغناطيسي فهو كيكون زاوية ألفا كتساوي 90 درجة، فإن F كتساوي E فوا L فوا B، وبالتالي الصاف سيحرك من اليسار إلى اليمين وفق السكتين. الحالة الثانية حسب قانون لابلاس لدينا العلاقة الثانية بطبيعة الحال، بما أن ألفا كتساوي صفر، إذن في حالة ما أن خدنا هذا المغناطيس مابقاش الوضع ديالو عمودي هكذا ولا الوضع ديالو أفقي، إذن فخطوط المجال غادي تكون كتكون واحد الزاوية ألفا كتساوي صفر مع منحى التيار اتجاه التيار الكهربائي ولا منحى التيار الكهربائي. إذن وبالتالي تبقى الساق في حالة سكون لأن القوة كتكون كتساوي صفر، إذن فالحالة فالساق لا تتحرك. الحالة الثالثة نطبق المجال، المغناطيسي بحيث ألفا، يعني هنا ما غاديش يبقى المغناطيس لا في الوضع الأفقي ولا في الوضع العمودي، إذن غيكون مائل شيء ما بزاوية ألفا. نتخضع الساق لقوة شدتها F كتساوي E فوا F فوا B فوا سينس ألفا، إذن يعني سينس ألفا يعني F كتكون محصورة ألفا ما بين 0 و 90 درجة، إذن F كتكون محصورة ما بين 0 و E و L B، إذن هذا هو القيمة ديالها، إذن وبالتالي الساق غتكون في حركة ولكن بسرعة أقل مقارنة مع الحالة الأولى. بعد تطبيقات قوة لابلاس طبيعة الحال محور الرابع في هذا الدرس ديالنا، أولا مكبر الصوت الكهروتحريكي. مكوناته، يتكون مكبر الصوت الكهروتحريكي من طبيعة الحال مغناطيس ذي شكل دائري حيث يحدث مجال مغناطيسيا شعاعيا كما نلاحظ هنا من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، كذلك وشيعة، يمكنها الحركة طول على طول هذا القطب الشمالي للمغناطيس، غشاء مرتبط بالوشيعة. إذن من بعد ما تعرفنا على مكونات هذا مكبر الصوت الكهروتحريكي، إذن يبقى كيف يشتغل هذا المكبر. إذن عندما يمر التيار الكهربائي، إذن كما نلاحظ هنا عندما يمر التيار الكهربائي في الوشيعة تخضع كل لفة، يعني كل لفة إلى قوة لابلاس، وذلك بوجود يعني مرور التيار الكهربائي ووجود مجال مغناطيسي بطبيعة الحال، لأن كما نلاحظ هنا خطوط المجال المغناطيسي وهنا مرور التيار الكهربائي، فكل لفة تخضع إلى قوة لابلاس. إذا لنعتبر F القوة الإجمالية المطبقة على كل لفات الوشيعة. في هذه الحالة إذا كان التيار الكهربائي دوريا فإن F تكون دورية، مما يؤدي إلى تحريك الغشاء بطريقة دورية مؤثرا بدوره على الهواء فيحدث صوتا. الميكروفون الكهروتحريكي ولا المثال الثاني ولا التطبيق التالي اللي غنشوفوا فيه تطبيق قوات لابلاس. الميكروفون التحريكي يتكون من وشيعة طبيعة الحال وشيعة مرتبطة بغشاء موجود داخل مجال مغناطيسي، عند إحداث صوت قرب الميكروفون يتحرك الهواء فيحرك معه الغشاء الذي يحرك بدوره الوشيعة فيظهر تيار محرض داخل الوشيعة. إذن ملحوظة مبدأ اشتغال الميكروفون هو عكس مبدأ اشتغال مكبر الصوت طبيعة الحال، لأن في مكبر الصوت فهو يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية يعني إلى صوت، بينما الميكروفون فهو يأخذ الطاقة الميكانيكية يعني يأخذ الصوت ويحوله إلى طاقة كهربائية. الدراسة الثالثة ولا من التطبيقات ولا التطبيق الثالث لقوة لابلاس هو المحرك الكهربائي المغذى بتيار كهربائي مستمر. يتكون المحرك الكهربائي المغذى بتيار مستمر أساسا من الساكن كما نلاحظ هنا، فهو الجزء الساكن الذي يتحرك عبارة عن مغناطيس أسطواني الشكل يحدث مجالا مغناطيسيا شعاعيا. الدوار هو الجزء المتحرك ويتكون من أسطوانة فولاذية ملفوف حولها عدد كبير من الموصلات النحاسية مرتبطة بصفائح المجمع. المشطبتان، عبارة عن موصلان مثبتان في الغطاء في الغطاء العازل للمحرك، مشطبتان بطبيعة الحال يلمسان صفائح المجمع ويتصلان بمربطي المحرك. إذا كيف يشتغل هذا المحرك الكهربائي؟ إذا كما نلاحظ هنا عندما يمر التيار الكهربائي، إذا فإنها في لفات الدوار، إذا كما نلاحظ هنا هي مجموعة من لفات الدوار، إذا لفات موصلة للتيار الكهربائي، فإنها تخضع لقوى لابلاس التي تؤدي إلى دوارين. كيف؟ إذا هنا خدينا واحد اللفة هذا المحرك،
كما نلاحظ عند مرور التيار الكهربائي وبوجود مجال مغناطيسي فهناك خلق قوة كهرومغناطيسية هي قوة لابلاس تؤدي إلى دوران هذه اللفة. إذن في هذا الجزء من الموصل كاين قوة وفي هذا الجزء من الموصل كاين قوة، ولكن هنا تكون قوة منعدمة. لماذا؟ لأن القوة اتجاه التيار الكهربائي واتجاه متجهات المجال المغناطيسي فهم كيكونوا زاوية ألفا كتساوي صفر، يعني هنا غتكون القوة كتساوي صفر. إذن المشكل اللي كاين هو أنه عندما تتجاوز زاوية الدوران عندما يدور يعني كيدور زاوية الدوران 180 درجة تحدث قوة لابلاس تحدث قوى لابلاس دورانه في منحى المعاكس. ولتفادي هذا المشكل ولكي نحافظ على نفس منحى الدوران يجب عكس منحى التيار الكهربائي. إذا فاش نوصلوا لهذه الزاوية اللي هي ب 180 درجة يجب عكس منحى التيار الكهربائي كي لا تعود هذه اللفة إلى وضعها الأولي، إلى موضعها الأولي الأصلي. إذا على عكس منحى التيار الكهربائي كلما أنجز الدوار نصف دورة يعني يجب عكس منحى التيار الكهربائي، وهذا ما تقوم به المجموعة المكونة من المشطبتان والمجمع. إذن المحور الخامس في هذا الدرس هو المزاوجة الكهروميكانيكية. إذن المزاوجة الكهروميكانيكية هي تحويل طاقة كهربائية إلى طاقة ميكانيكية أو العكس، أو تحويل طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية. المثال الأول هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. كيف نبرز ذلك تجريبيا؟ مثال انطلاقة من الساق المتحركة على سكتين أو سكة لابلاس. كما نلاحظ هنا عندنا مغناطيس على شكل حرف U يحدث مجال مغناطيسي منتظما داخل هذا الحيز، سكتان يمر فيهما تيار كهربائي وساق متحركة. إذا عند غلق الدارة الكهربائية تتحرك الساق وفق وضعية قطبي المغناطيس وكذا منحى التيار الكهربائي الذي اجتازها. استنتاج: تقوم قوى لابلاس بتحريك الساق، يعني قوى لابلاس تقوم بتحريك الساق من الموضع A مثلا إلى موضع B، حيث أن تعبير إذا فتحريك ديال هذه القوة هذه فعندها شغل، بما أنها قد تقوم بتحريك الساق فالقوة هذه عندها شغل. إذا تعبير الشغل المنجز من الموضع A إلى موضع B فهو على الشكل التالي: إذا الشغل من القوة F من الموضع A إلى B كيساوي F جداء سلمي ديال F AB كيساوي F D. لماذا؟ لحيث كوسينوس ألفا الزاوية المكونة بين F و AB كوسينوس صفر، إن F و AB فهما عندهم نفس المنحى ونفس الاتجاه، إذا الزاوية كتساوي صفر، إذا كوسينوس صفر كتساوي واحد. إذا ونعلم أن تعبير قوة لابلاس ولا المنظم ديال قوة لابلاس كيساوي ولا شدة قوة لابلاس تساوي E في L في B. إذا نعوض هذا التعبير العلاقة هذه في التعبير ديال الشغل، فتصبح شغل قوة لابلاس هو E و L و B و D. إذا كما كنلاحظوا فهاد المقادير الأربعة فهي موجبة. إذا فالشغل قوة الشغل المنجز ولا شغل القوة المنجز من قوة لابلاس المنجز من الموضع A إلى B فهو موجب. إذا خلاصة شغل قوة لابلاس شغل محرك، حيث تتحول الطاقة الكهربائية الممنوحة من طرف المواد إلى الطاقة الميكانيكية التي تؤدي إلى تحريك الساق. ويمكن أن نعبر عن التحول الكهروميكانيكي بالعلاقة التالية: إذا الطاقة الكهربائية التي يمنحها المولد لباقي الدارة كتساوي الطاقة الميكانيكية التي تظهر على شكل حركة الساق زائد الطاقة الكهربائية المبددة باحتكاك أثناء حركة الساق زائد الطاقة المبددة بمفعول جول في السكتين والساق. أمثلة: مثلا مكبر الصوت فهو يكتسب طاقة كهربائية بفعل قوة لابلاس بطبيعة الحال ويحولها إلى طاقة ميكانيكية تتحرك الوشيعة ومعها الغشاء المرتبط بها. إذا بالنسبة للمثال الثاني هو المحرك الكهربائي، حيث يكتسب طاقة كهربائية وبفعل قوة لابلاس يعني يحولها إلى طاقة ميكانيكية مثلا تتجلى في دوران المحرك أو في الطاقة المبددة تتجلى في دوران المحرك زائد الطاقة المبددة. إذا تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية كيف يمكن إبراز ذلك تجريبيا؟ نقوم بالتجربة التالية أو نقوم بتحريك مغناطيس أمام وشيعة. إذا ماذا سيحصل عند تحريك المغناطيس أمام وشيعة؟ نلاحظ أن انحراف إبرة الجالفانومتر
وهذا يدل على ظهور تيار كهربائي في الوشيعة ما يسمى بالتيار المحرك، يدل على الطاقة الميكانيكية الناتجة عن حركة المغناطيس قد تحولت إلى طاقة كهربائية. أمثلة: الميكروفون فهو يكتسب طاقة ميكانيكية، يعني انطلاقا من الصوت اللي كيجي الصوت يقوم بتحريك الغشاء ومع الوشيعة الموجودة قرب المغناطيس يحول إلى طاقة كهربائية، ذلك بوجود تيار يعني يتجلى بظهور تيار محرك. إذن بالنسبة للمثال الثاني المنوب، المنوب مثلا اللي كيتوجد مثلا في الدراجة اللي كيخلق لنا ولا كينشئ لنا واحد التيار كهربائي، إذا شنو كيدير المنوب؟ يكتسب طاقة ميكانيكية تتجلى في دوران المغناطيس بالقرب من الوشيعة، يحولها إلى طاقة كهربائية وظهور تيار محرك. الفقرة الأخيرة من الدرس هي مردود المزاوجة كمثال المحرك الكهربائي، يكتسب المحرك خلال مدة زمنية دلتا تي الطاقة الكهربائية WO كتساوي U فوا إي فوا دلتا تي، يحول جزء منها إلى طاقة نافعة أو طاقة ميكانيكية بينما يضيع الجزء الآخر في الطاقة من الطاقة الكهربائية بفعل احتكاكات بين سطوح التماس وعلى شكل طاقة حرارية مبددة في الدارة بمفعول جول. ويعبر عن قانون انحفاض الطاقة بالعلاقة WE يعني الطاقة الكهربائية المكتسبة كتساوي WM الطاقة الميكانيكية زائد الطاقة المبددة سواء بفعل الاحتكاكات بين سطوح التماس أو بفعل أو على شكل طاقة حرارية مبددة في الدارة بمفعول جول. مردود المحرك اللي هو كما كنا تعرفون لأن شفناها في الدروس السابقة أن كيساوي طاقة ميكانيكية على الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف المولد.